تم برمجة عملية تضامنية لفائدة هذه الفئات وكذلك أيام تحسيسية لمحاربة والحد من انتشار وباء كورونا المستجد. طبعا في هذا الإطار تم برمجة كمرحلة أولى 415 عائلة متواجدة بمناطق الظل المنتشرة عبر ولاية ورقلة، وهي منطقة قرية غرس بوفالة والخبنة عقلة الأربع بلدية نقوسة وكذلك بلحجيرة قرية الراجدي والأقراف وسيد خويلد بأمران وعوينة موسى.